شيفر سانتي. في شيفر سانتي حاولوا قدموا لكم أهم الأرقام الرسمية في تونس، وحسب المسح الوطني للهجرة الدولية ببلادنا اتأكد أنه هناك حوالي 39 ألف مهندس غادروا بلادنا بين سنة 2015 و 2020، وذلك بمعدل 7800 مهندس يهاجروا سنويا، في حين بلغ عدد الأطباء اللي هاجروا خلال نفس الفترة حوالي 3300 طبيب، أي بمعدل 660 طبيب في السنة. كما ارتفعت ظاهرة هجرة الأساتذة الجامعيين خلال العشر سنوات الأخيرة، وين تجاوز عدد الأساتذة الباحثين جامعيين اللي خيروا الهجرة وخاصة إلى البلدان الخليجية عتبت 4500 أستاذ جامعي. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.